السلام عليكم، صباح الخير. اليوم باش نمشي نجري مع الصباح، مع باللي ما كينجراش طبق ما بغاش يوقف. قلت اجي نديرو اللايف واخا ما تنحملش نسبح على الفيسبوك، ومازال كنتش كنمشي كنجري واحد 45 دقيقة ساعات كنبداو اللايف. ما في اخر وهذا اليوم واحد اللايف ديال 10 دقائق، سيرتو دابا ماش ننسى. عبد العالم الله يحفظك، دابا ماشي نساها على حقيقة. كاينة الساعة قدامي في الدار، رانا هي في الدار، دونك الساعة هي قدامي. غادي نديرو واحد اللايف 2 دقايق، نتسناو الإخوان 10 دقايق ديال اللايف. وعلى بركة الله تبارك الله عليكم الإخوان. حسن الياقوتي، السلام. السلام عليكم، مرحبا بك خويا، الله يحفظك. السلام خويا سيمو أوف وان وليد بوغرين، الله يحفظك. صباح الخير خالد تازيت، الله يحفظك. مرحبا، السلام. راسك الله يحفظك خويا، الله يحفظك. محمد كتب ميد محمد. بدر الدهاج، صباح الخير. ما درتيش اليوم السبور خويا؟ الشتا ما بغيتش تعبس من البارح، من البارح الشتا من على 10 الليل كسيرات هنايا ما حبستش. 3 ساعات راه باقا لحد دابا خدام. قلت اجي ندير لايف واخا ما حاملش نصبح على الكاميرا وفيسبوك، مش الكاميرا، فيسبوك واي حاجه فيها تصبح على لي زيميل، تصبح على بيسي، تصبح على التلفازه، تصبح على اي حاجه فيها التكنولوجيا. ما عندك ما دير، بعدا تشتت لك التركيز ديال دماغك. الواحد ديك الساعه الاولى ملي ينوض فهمتي يجري فيها، يبقى يجلس في بلاصتو ما يدير حتى حاجه، خير ليه من انه يدير، خير ليه من انه يشعل فيسبوك ولا. وكاين كاينه جوج بزاف اللي كي كانوا من العاس ديال ديك الساعة كي مع النوطه، مع النوطه تيجي من الفراش العين الموبايل ديالو، بحال صحابو هادي يهربوا في الفيسبوك ولا كانت ديتا شي صفقه فيها الفلوس هادي سلتوها عليه ولا بشويه. عليكم الاخوان لي جو تاع انا خاي كنت بهاد القاعده هادي وحيدتها. وبالمناسبه براندون بيرشارد هو السبب. يعني ماشي جبتها من راسي، بريندون بيرشارد هو السبب. وكاين دي زيتود تيقول لك يعني الا صبحتي على التكنولوجيا شنو غادي يطرا لك. لو كنتي كتصبح على التكنولوجيا الدماغ ديالك نهار على نهار غادي كيتشتت لك التركيز. يعني واحد الوقيته تجي تبغي تريح حتى تخدم ما تعرفش تخدم، تبغي تسير كتاب، تبغي تهز كتاب تقرا ما تعرفش، ما تعرفش تركز وتقرا. الاخوان تيدوز داكشي بالزربه، ما كاين خروج اليوم. لا اخوان تسنيت وقف الشتاء، ما كاينش خروج. كاين الخروج يوميا خاصك تخرج، اجي وقف الشتاء اجي نخرج. هذا الحل الاولاني، ما توقف الشتاء انا هز الطوموبيله اجي نمشي لشي مول. المول بيان سور راه كبير وغادي نبقى غادي جاي فيه فهمتي ما بين المحلات. المهم هو خاصك ديك ساعتين ديال المشي غادي نديرها، غادي نديرها خاص ديما ما تلقاش، خاص ما تلقاش سميتو، ما تلقاش شي حاجه بتفشل، خاص تلقى شي حاجه تقضي بها في الاخر غرض. صاي سبور مشى؟ لا ما كاينش الاخوان مشى السبور، ما مشاش هما الاخوان. قالك صاي سبور مشى، شتا الاخوان شتا، ماشي ما كاينش شي حاجه عندكم ولا مرت تما. لا اخويا ما عندناش وولمارت، عندنا سنترال فيستيفال كبر من وولمارت. سلام، واحد كتب خويا السيم مشى لك الشهر، ندوزو الأسئلة. سميتو الشهر عرفنا خويا مشى، راه لاج والصغير والخدمة وداكشي اللي دوزنا السنين اللي فاتو. أعدى حاجة للشعر هي الصغير. سولت شي طبيب قول لك واخا نعطيك أحسن تريتمون في العالم إلا كنتي كتصغر، ما عندو ما يقضي لك. جري في الشتاء؟ لا خويا كاين واحد الليميت ديال الشتاء ممكن تجري فيه، كاين واحد الليميت ديال فهمتي ملي كتجهد الشتاء ما كتوليش كتشوف شكون اللي جاي ولا الطوموبيله ما يمكنش تشوفك. راه كنجري انا كنجري جنب البحر فهمتي، تعزيز عليا نجري في الشانطي باش نشد الطواره وحده، لان لي بلاج عندهم حد من هنا وحد من هنا. تجري في الشانطي، دونك كتجري في الشانطي راه خاص تعرف راه الطوموبيلات والمطر كيجي، وخاص تعرف انت خاص تكون كتشوف والاخر كيشوف. كتولي واحد الوقيته صعيب الواحد يشوفك وتشوفو.
سلط الاخوان 2 دقائق ديال تنتسناو الاخوان بداو في الاسئله. هل يمكن الربح من انشاء مواقع بروكسي؟ خويا الزمان ديال البروكسي سالا، هو باقي ممكن تربح، ولكن بحال اللي قلتي الترند شحال هادي كتقاد تيتا البروكسي، هي كتليستي في البروكسي ديريكتوريز، المواقع اللي كتحط فيها السيت ديال البروكسي ديالك، والترافيك كيتكب عليك. يعني داك العدد سالا، باقي اجي ديرها، باقي اجي ديرها، اجي يجوك لي فيزيتور، ولكن راه ماشي داك العدد ديال لي فيزيتور بالغرق، راه كنا كنوصلو 30 40 الف فيزيتور في النهار. ما حاملش راسك بنت فيك. لا خويا ماشي ما حاملش راسي، يلا نايض من النعاس. صبر بعدا كنجي نطلق الكليماتيزور، راه حسيت بالصاد. يلا فايق، يلا فايق من النعاس. وكنتي كتشوفني ساعة بعد ما كنوض من النعاس، كنتي كتشوفني حتى تنوض كنبدا كنجري، وكنتي تتحلو العوينات. دابا فقت من النعاس، باقي ما درت طاكتيفيتي، بقيت كنتسنى الشتا كنتسنى الشتا كنتسنى الشتا، تسنيت تعيت قلت اجي ندير اللايف. اول مره كنشد اللايف من الاول، تبارك الله عليك، بوزيتيف، مرحبا بك خويا. الله يا ودي، متى سيتم انطلاق دروس المبتدئين؟ خويا الدروس منطلقين من شحال هادي، متى سيتم انطلاق؟ ما كاينش شي واحد يتسناك في هذا العالم هذا وما يجيش تبدا شي حاجه من القدام، كل شيء بادي من شحال هادي. كاين الدورات ديال الموبايل، كاينين بغيت الدورات ديال السي بي ا مليوحه من 2014. الاخوان اللي خدموا بها داروا بها العجب، اللي خدموا بها في 2014 داروا بها العجب، اللي خدموا بها في 2016. كاين واحد الاخ مغربي راه دواش عليه عربي ادز، وصل 500 دولار في النهار بهذيك الفورماسيون. كاين الاخوه اللي كانوا ما مامنينش بها، خدم بها، امن بها. دونك ما ماشي امتادين بداو، وحنا ماشي مدرسه، وانا شخصيا دوي على راسي ما كنبيعش كور وما كنبيعش وما يجيش نبيع من هنا لقدام، وعمري ما يجي نبيع. وبالمناسبه الاخوان، حتى هذه مناسبه باللي 15 ديسمبر ان شاء الله ديال هذا العام هذا، هذا البروفيل في الفيسبوك غادي يتسد، هذا البروفيل ديال الفيسبوك اللي تنديروا فيه اللايف وهذا الشيء غادي يتسد. يعني ما يقدر يتسد، يقدر نخليه ولكن ما بقاش نخليه. المهم هو الفيسبوك غادي نسدو على حقيقه، فهمتي؟ ما خاصني نخرج من هاد اش كيتسمى دائرة الراحة، خاصني نخرج من دائرة الراحة. ماشي عايش بخير مزيان، ما بقيتش كنفكر مع راسي وي عايش بخير مزيان، ما خاصني تاخر، عندي باش نعيش حياتي كاملة الحمد لله. من بعد تبقى حياتك كاملة هكا، خدام بشوية بحال مقهوي بحال سميتو، علاش ما تمشيش؟ عجبك البيزنس في امازون، اوكي كبر البيزنس في امازون، سافر الله الشين، حاط ان شاء الله جونفي، سافر الله الشين براسك، شوف شنو طاري، سير الله الشين براسك، شوف شنو طاري في لاشين. ماشي تنكوموندو منهم، ما عمرش فناهم، تنشوفهم في علي بابا. بدا واحد حياة جديدة، سير لاشين، شوف شنو طاري، كبر البيزنس، تقاتل. والاخوان اللي كيخدموا راه غادي يديروا نتائج واعرة، كاين فهاد الدومين هذا ما يدار. توكلوا على الله، لي كور راه كلشي موجود، ما تبقاش تستنى شي واحد، فهمتي؟ تستنى شي واحد يدير لك شي حاجة، لان اللي بغيتي كاين في يوديمي. غادي تتعلم الانجلي غادي تلقى كلشي، ما بغيتيش تتعلم الانجلي راه كلشي كاين بالعربيه الا بغيتي تبدا. مي بحال اللي قلتي شي واحد بغى يحفر، هو يقول لك انا باغي نحفر، جيب معايا اخي السيموير هذا، غادي نقول له اوكي راه تحفر به العربيه هي، غادي نقول لك الله تمشي تحفر، غادي تحفر بيان سور، ولكن شحال غادي تحفر؟ ولكن اللي مشيتي بغيتي تكمل في الدومين بيان سور وباغي تحفر، غادي تمشي تجيب فاس اللي هو لونجلي، لان ممكن هذا ينفعك فاس ماشي ينفعك في السبوره بيان سور، ولكن على حسب الوضعيه اللي انت فيها. لونجلي هي اللي تتنفع في الانترنت ماركتينغ، دونك خاصك تمشي تجيب داك الفاس ديال لونجلي بيان سور. بغيتي في السبوره غادي تجيب هذا، هو اللي ينفعك، غادي تجيب العربيه عندها مجال ديالها، تنفعك تقرا القران، الاحاديث، تقرا التفاسير، تقرا هاد العلوم الحمد لله متوفره، باللغه العربيه.
والناس دابا كتقرا اللغه العربيه على قبل باش تقرا العلوم هذه. انت الحمد لله عندك دابا بغيتي تدوز العلوم اخرى. العلوم الاخرى هي شنو هي؟ هي الانترنت ماركتينغ، الماركتينغ حتى هو اخر ما كاين في الطب، اخر ما كاين فاش ما بغيتي. انا نعطيك مثال، هاد الايامات هادي الطبيب دار لي واحد النوع ديال العمارة ديال السنة هنا ب ب ب ارتحت جيان وضحك ونشاط، مشيت قلبت بالعربية صفر معلوم. بالمناسبة صفر معلومة كدوي على داك النوع ديال ديك العمارة، مشيت كنقلب بالونجلي، الكونتوني موجود، بقيت كنقرا 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 كنقرا، تطلع لي الدم بالقرايه، تكون شي ساعتين وانا بقيت كنقرا على الدومين لا علاقه به، فهمتي؟ داكشي ديال لي دونتيست، ديال فهمتي، عنده علاقه غير بطب الاسنان، وبقيت كنقرا ما ساليتش داكشي اللي كاين، ما ساليتوش. ودونك العربيه صفر، باغي سميتو على حسب شنو انت باغي تقرا، باغي تطور راسك في اي مجال غادي يخصك الانجليزي، سواء كنتي في الطب، سواء كنتي في الهندسه، سواء كنتي سميتو غادي يخصك الانجليزي. الفرنسا الاخوان حتى هي راها مات ساعتها سالت، لان دابا تيخرج كتاب في جونفي تضرب عليه 5 سنين، تيخرج كتاب في 2010 كتضرب عليه 5 سنين، في 2015 غادي تترجم للفرنسي، كتسنى العربيه لواحد الزمن اللي ما عمرها غادي يجي عاد ممكن يترجم. بلال الطيفي مرحبا بك خويا، السلام، كيفاش نفتح كونت امازون يو اس اي؟ خويا كونت امازون يو اس اي غادي تمشي غادي تدخل غادي دير على حسب كونت امازون. انا كندوي على السيلر باش تبيع في امازون، غاتمشي غادي تدخل غادي دير امازون بوان كوم، غادي تمشي تقلب لتحت كاع تنزل تلقى سيلرز، ولا تكتب ديريكت في جوجل امازون سيلر، فهمتي؟ هو اوتوماتيك يديك اليو اس اي. الا بغيتي تكون امازون سيلر تتبيع في شي دوله اخرى فرنسا ولا داكشي، كتبها حداك، كتب امازون سيلر فرانس، فرانس، امازون سيلر جابان، فهمتي؟ اليابان، امازون سيلر بغيتي تبيع فاش اخر تشاينا، امازون سيلر طلع فين جيرماني، المهم شوف انت فين باغي تبيع. كيفاش ممكن تسوق منتجك لك على فيسبوك ادز؟ حيت خويا انا مزاوك فيسبوك ادز قيلو شويه، عرفتي؟ فيسبوك ادز ولا السدان ديال الحسابات، فهمتي؟ عرما، فهمتي؟ مابقاش كيسد مابقاش كي فيسبوك ادز ولا كافر على الافيليات الاخواني، باش نتفاهموا. فيسبوك ادز غير حشمي يخرج ليها كود، واخا كنتلاقاو مع الناس ديال فيسبوك كنسولهم تيقول لك لا دابا كان عندك شي مشكل فيسبوك ادز ساخط على السي بي ا، ساخط على الناس ديال السي بي ا، ساخط على الناس تاع كليك بانك، ساخط على الناس ديال الافيليات. اللي نقول لك تخدم فيسبوك ادز هو خدمو شي برودوي ديالك، شوبيفاي، شي سيت اي كوميرس ديالك، وبيان سور لي كوميرس ما يكونش شي برودوي ديال نقصان الوزن، لانه كره شي حاجه سميتها نقصان الوزن. بيفور افتر في لاباج ديالك، لا ما تقولش ليه شو هذا كان، شو قداش كان غلط تبارك الله، وبعد 15 يوم شو كيولي مسلوت وراه خدم بهذا البرودوي هذا شري. فيسبوك ادز كفر على هذا الشيء، خلق ليه بزاف ديال المشاكل، خلق ليه بزاف ديال الدعاوى القضائيه. هذا ما كان الاخوان، بغيتي تخدم تخدم بالعقل، غتخدم كليك بانك، غتخدم السي بي، غتخدم اللي بغيتي، ما غادي تخدم بالعقل. كادي دير لي غادي دير سكويز بيج، كتاخذ لي مايل وتاخذ لي مايل والسميات ديال الناس اللي مهتمين، وابخي غادي تماركتي لهم داكشي اللي انت باغي، ملي غادي تاخذ لي مايل ديالو وسميتو ابخي عاد كونتاكتي. اما من الاول تصيفطوا الكليك بانك ولا تصيفطوا اللاندينغ بيج، تصيفطوا الكليك بانك، فهمتي؟ فيسبوك ولا زير مع هاد القضيه هادي، وراه غادي دير مستوى ديال الكونفرشن حسن، يعني جمع لي زيميل. بغيتي تسوق في كليك بانك ديما الماي غادي تخدم بلي مايل ماركتينغ، هو رقم واحد في الكونفرشن حاليا في كليك بانك، كاينش لا يعلى على لي مايل ماركتينغ في الكونفرشن. يعني الا كنتي مثلا غادي تجيب 1000 فيزيتور فيسبوك ادز غادي تكونفرتي بها، الا كنتي معلم 1% الا عرفتي كيفاش تخدم لي مايل ماركتينغ راه المينيموم اللي غادي تجيب 3%، الا كنتي معلم غاتوصل ل 10% 14%. اخي واحد السؤال، اخي مشكل فيسبوك ادز كندير باي بال ديالي ولكن لاكارت ديالي حضروا لي الكونت. خويا فيسبوك ادز كيما قلت اجو اللي ما كاين غير الحاضر 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 ديال لي كونت، لان كثروا عندهم المشاكل، كثروا عندهم الناس اللي كتخدم السي بي، كثروا عندهم الناس اللي كتخدم تترون، فهمتي؟ ديال ربحتي ايفون
ودوك الناس ديال ربحتي ايفون وكيدخل مثلا 20,000 دولار في النهار، ما عرفش الكوارث اللي كيجي بالفيسبوك. الكوارث اللي كيجي بالفيسبوك هو ان واحد ملي كيمشي كيكليكي، الناس راه ما فاهماش الاخوان، الناس راه ما فاهماش الانترنت ماركتينغ، راه ماشي كلشي كيفكر بحالي ولا بحالك ولا بحالنا. راه دابا الناس كتجي كتقول له ربحتي ايفون، تيورك تيتشارك في واحد القرعه ياك، وتيزيدوها شي اخوان كيزيدوا اللون ديال الفيسبوك في لاباج، كيدخل كيشارك تيقول له يس ناو يس ناو، تيجاو تيقول له وي مبروك ربحتي. دخل ارى لي مايل ديالك والادريسه ديالك وسميتو باش نصيفط لك ايفون. داك الاخ على نيتو غادي يكون بحال الوالدين ديالنا، فهمتي، تيدخل مسكين تيعمر المعلومات ديالو. ارى لك هو ما تيوصلوش ايفون، امريكان الاخوان راه ماشي الدول العربيه والمغرب، راه بنادم عنده المحكمه غير السلام عليكم تمشي يرفع عليك دعوه، عيد تنبشو يمشي يرفع عليك دعوه، عيد دير معاه يقدر شي حوايج تافهين، جا عندك بغا يدخل المحل تعطر غادي يمشي يرفع عليك دعوه، جا عندك المحل ضرب عندك في الزاج ما شافوش غادي يمشي يرفع عليك دعوه، وراه كاينه السيده اللي رفعت الدعوه على ابل لانها ضربات في الزاج وترسلها عنيفه، وراه فراوها معاه بديك اللعبه ديال لغي الدعوه ونعطوك زباله الفلوس. دونك شنو كيمشيو كيديروا الفيسبوك، تيمشيو كيرفعوا عليه دعوه، تيقول لها شنو هي الدعوه، تيقول لي انا ربحت ايفون في الفيسبوك وما صيفطوش ليا الشراجي وانا كنتسنى. فيسبوك في الاخر ديال فيسبوك في الاخر ديال المده خويا، فيسبوك في الاخر ديال المده شنو كيلقى؟ كيلقى باللي مرفوعه عليه، انت درتي كومبين خلصتي فيها مثلا $1,000 ولكن جاتو 100 دعوه قضائيه، نفترضوا جاو هي ثلاثة، تصور انت خسرتي عنده $1,000 وجبتي لي ثلاثة ديال الدعاوى، ما انت ماشي في صالح. وهاد الناس ديال السي بي ا والناس ديال لافيليت واللاندينغ بيج ديال ربحتي والجيف اواي جابوا الدعاوى للفيسبوك كثر ما جابوا ليه الربح. دونك حتى هو الا بان لك هاد القضية ديال كيسد لي كونت والمشاكل وسميتو، باقي التيكيت تاع ليفنت بقى التيكيتة وحدة اخويا. شنو كيفاش تخلص على صفحه فيسبوك ونتوصل، كيفاش نتخلص على صفحه فيسبوك ونتوصل بالارباح؟ خويا ما كيتخلصوش على لي باج فيسبوك، ما كنتخلصوش على لي لايك، ما كتخلصش على حتى حاجه في الفيسبوك. الفيسبوك ما وكيفاش توصل بالارباح؟ الفيسبوك ما تيخلصش الارباح، الفيسبوك كاين عنده حاجه واحده باش كيخلصك الناس اللي خدامين الموبايل، كاين فيسبوك اودينس نيتورك. الفيسبوك اودينس نيتورك هو واحد يا اما اس تي كا كتانستالي عندك في لابليكاسيون كيوليو الاعلانات كيطلعوا، يا اما تنسربها الاخوان في الاجوبه باش نجاوب على الماكسيموم بوسيبل، يا اما واحد الكود كتحطو في الويب سايت عندك تولو تيطلعوا الاعلانات غير للموبايل. ملي كيوليو كيطلعوا الاعلانات كيكليكوا عليهم عباد الله تتولي انت كتربح. هذه هي الطريقه الوحيده اللي كاينه باش تربح من الفيسبوك، فيسبوك اودينس نيتورك خدامين معاهم حاليا. من غير داكشي ما كاين لا ربح لا لايك لا ربح لا شي حاجه. دونك خاص تكون عندك موبايل ابليكيشن ولا ويب سايت وتصيفطوا لهم ويابروفي، وعاد ديك الساعه عندك الحق تحط الكود ديال الموبايل اودينس نيتورك عندك. الناس كيفاش كتربح من فيسبوك؟ هو تبوستي لي سيت ديالها ولي سيت ديالها فيها ادسنس وكتربح من الادسنس. اف بي اودينس نيتورك سيمو اومالي راه هو كتبها في هي هذيك فيسبوك اودينس نيتورك اكزاكتلي ما عندي ما نقول. سمو راه سمعت بالسي بي ا شحال خصني ديال الفلوس باش نبدا خويا؟ هذا السؤال هذا غادي دير، غادي تمشي لليوتيوب، تمشي لليوتيوب غتكتب سيمو لايف عرب افيليت ساميت، غتكتب سيمو لايف عرب افيليت ساميت، غادي تدخل غادي تلقى تندوي على واحد الدوره، واحد واشي دوره ماشي اش كنسميوها، المهم كنت كندوي في واحد المحاضره كنت كندوي على لا سي بي ا تاكتيك. شنو غادي دير باش تربح من السي بي ا، وشنو كنصح به في 2015 2016 وحنا باقين في 2016؟ غادي تلقى الجواب على السؤال ديالك بالتفصيل، وغادي تلقى ما يكفي كامل المعلومات اللي كنتي باغي تبدا. خويا انا داك الموظف اللي وي خويا قريت السؤال ديالك، انت داك الموظف اللي كنتي دويتي معايا قلتي لك كتربحي 8000 درهم في الشهر ولكن تقهرتي بالناس المحيطه بيك والناس اللي دايره بيك وسميتو والمحيط والهضره السلبيه وداك الشيء. خويا جو سوي سيور ان فهمتي كنت ايجابي وما تسوقش، وحاول شويه بشويه تغير دوك الناس، واخا شي ناس صعيب تغيرهم، مي انت خويا هو خدمتك هذيك
دير اللي عليك تبدا تدخل، وديك الساعه تدفع الاستقاله ما عندك اخويا، ما كتدخلش من الويب ولا شي حاجه، ما تخليش خدمتك. هذيك الخدمه اللي انت ما حاملهاش كاين في المغرب واحد 30,000 واحد تيتمنى، واحد 100 الا ما خفتش نقول، واحد 100,000 واحد تيتمنى ديك الخدمه، ولا ما خفتش نقول الشعب كامل كيتمنى. فهمتي؟ حيد واحد الفئه ديال 1% بيان سور اللي ما تبغيش الوظيفه، 99% تمنى ديك الوظيفه ديالك اللي ب 8000 درهم، واخا يقول لك انا نريح مع شي واحد، فهمتي؟ سيلبي هكا في البيرو غير انا وهو، ماشي مشكل. دونك اخويا خدم، من بعد تبدا تدخل من الويب ودفع لي الاستقاله ديالك. شي نصيحه تنصحني نوض بكري ما نبقاش نسهر؟ اخويا كلشي كاين هنا، ما كاينش شي واحد غادي ينصحك، خاص انت تنصح راسك تنعس بكري. هو خاصك تضرب تماره في الصباح، هو بحال انا فهمتي 3 السوايع ديال الجزره في النهار، لان ما عنديش جزره في حياتي الله يحسن العوان. كاين الناس اللي تضطر انها تجري في الادارات وداك الشيء، تاهي في خدمتها تاهي، راه ناس كتجي في الليل كطيح عيانه كتنعس. احنا ما عندناش جزره، كتب عنا الله الكرسي. الكرسي من اسوأ الحوايج في حياتك. دراسات كتقول باللي لك انت كتجلس 4 السوايع ديال الكرسي في النهار متابعه، واخا الله يجعلك تكون كتجري النهار كامل، تكون كتجري تجلس 4 السوايع متابعه، لك انت كتجلس 4 السوايع بحال هكا وخدام في الكرسي في النهار، تنقص 10 سنين من عمرك حتى ل 20 عام. دونك خاص الواحد ما يبقاش يجلس 4 السوايع، يجلس ساعتين يمشي يبدل الواحد نص ساعه، هادشي ولا تيون صاحبيه. الا بدلتي مجهود بالصباح غادي تنعس بالليل، ولا نعستي بالليل غتنوض الصباح بكري. مثلا كنعس دابا مع 10 ل 11 خاصني نعس، لا تعطلت كاع 12 ما خاصني 5 الصباح نوض، عيان خاصني نوض، لان الا نعست طلع 10 غادي تقلب ليا السيستم. 5 الصباح الا نط مع 5 الصباح بزز، واخا ندوز النهار عيان نوض مع 5 الصباح. الشيء اللي نعستي اليوم في الليل نعستي مع 12 نوض مع 5 الصباح، نعستي مع الوحده ولا الجوج نوض مع 5 الصباح، غادي دوز النهار مرات وداك الشيء. ولكن في الليل غادي تنعس واحد النعسه مزيانه مع 9 د الليل، وملي غادي تنعس نعسه مزيانه مع 9 د الليل غادي تنوض مع 5 الصباح. و بيان سور راه هي مساله التزام، مي شحال من اخ قادر يلتزم وشحال من اخ قادر يضغط على راسو؟ هذه هي المشكله اللي كيواجه كل شيء. شحال من واحد ما قادرش يضغط على راسو، كل شيء خايف انه كل شيء باغي يعيش ديك الحياه تستاهله. الخمسة الصباح ما كنبقاش كنطرح سؤال مع راسي ديال واش نفيق ما نفيقش. واحد النهار اللي بقيت تنتمع حتى للمدة نقول نزيد واحد القسم وربع نط. اما هاكا ما تخليش راسك يدوى مع راسك. الخمسة الصباح تيصون التليفون تنديرها وتنتكى ترجع اللور كنتكى شوية وصافي وكنوض من وراها. ما خص تضغط على راسك، لان الا جيتي تبقى تبع راسك راه بغالك غير الراحة، تقول لك نعاسة معلام مرتاح ولاش اشنو ودك اصلا انت فهاد الشتا هذا اليوم، واصلا انت ما نايش تجري دونك علاش اجي تنوض؟ علاه نط؟ بقيت كنتسنى 45 دقيقة وانا كنتسنى الشتا توقف، قلت اجي ندير اللايف ما اجيش نعس، واخا اجي نبدا النهار فيسبوك ماشي مشكل، اجي ندير اللايف ومن بعد اجي وقف في الله الشتا ونمشيو نخرجوا نتوكلوا على الله. امازون الله يخليك ميثود افيكاس من التجربة ديالك خويا، ما كاينش شي حاجه سميتها لا ميثود ايفيكاس. شرينا اميزينغ سيلينغ ماشين، شريناها ب $5,000 وما قلناش لا الله يحفظك لا ميزون لا ميثود ايفيكاس. دونك اخويا هي مساله ماركت ريسيرش، غادي تشوف شي برودوي تمايا انت تقدر تجيبو بواحد الثمن اقل، كما كانوا الاخوان كاملين كيبيعوا تما، كانوا كيبيعوا ارغان. انا يا قلت بما اني في المغرب دونك ممكن 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 نبدا بارغان، لان انا في المغرب. واحد اخر في لاشين اجي تبان لي حاجه اخرى عندهم تما ما عندكش الناس الاخرين في دول اخرى. المهم قلت ارغان كاينه في المغرب اجي، ما لقيت عندهم واحد البري كومبيتيتيف بزاف، راه شي واحد البري تبارك الله طايحين ليه هما. الا جيتي انت دير البرودكسيون ديال ارغان وامازون ياخذ البورسونتاج ديالو، لانه ما تيجيو تيشريو الشركة الأمريكية كتجي كتشري 10 ديال الطون، ولا كتشري 20 طون 30 طون تاع تيمشيو للميريكان تيزطرو عاد تيبداو تيفرغو تمايا وتيعملو البرايس صغار. أنا ميمكنش نشري هاد الكمية باش نطيح الثمن، دونك كنشري من الأول داكشي واجد.
با كيجي كلشي. كنشري القرعه ديالي ملي قلت لي ليتر 1000 قرعه 2000 قرعه ابخي 5000 قرعه ابخي كاع 10000 قرعه. دونك هذا اركان باش بدينا. ابخي سنه ديال اركان تعلمت منه بزاف ديال الحوايج، تعلمت منه لان جيت لواحد الضمن فيه المنافسه ساحقه. دونك ملي قدرت اني سميتو قدرت اني ننجح فيه برودوي، دونك غادي نقدر ننجح بحال اللي قلتي شي واحد مشى طلع لبطولات العالم للملاكمه وخرج وصل نصف النهائي. دونك راه الا جبتي للمغرب ولا ديتي لشي دوله اخرى راه غادي يولي يجي بطل المغرب، ولا الا كان هو ولد كينيا يجي بطل كينيا، لان راه بحال هكاك مشيت كننافس على اركان واركان فيه المنافسه كثيره، تعلمت بزاف د الحوايج واخا خسرت 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 وابخي نجحت. دونك ملي نجحت دونك راه مزيان، لان بحال كنتي بديتي من ماتش قاسح واخا خسرتي تعلمتي فيه بزاف. رجعت خدمنا على السيروم ديال قلت واحد السيروم ديال تحت العينين كيحيد الكحوليه ودوك التجاعيد، مشى مزيان. خدمنا على دي برودوي ديال البامبو، شي واحد ما عرفش شنو هو البامبو يقلب عليه، واحد النوع ديال الخشب. خدمنا على دي برودوي ديال البامبو مشاو مزيان. وفين ما بانت لوبورتونيتي، وهادشي علاش قلت للاخوان لهاد البروفيل هذا غادي نسدو في لو موا لو 15 في لو موا 12، لان باغي نركز فهمتي 100% 100% نبقى عندي لا فيسبوك، وبالمناسبه حتى الفيسبوك ديال لا فامي والدراري صحابي غادي نسدو بالمناسبه. اي وسيله ديستراكشن، الدراري صحابي راه عندهم واتساب ديالي الا بغاني، ولا لا فامي الا بغاوني راه عندهم واتساب ديالي. فيسبوك غادي نسدو اي وسيله ديال الديستراكشن، لاني باغي نركز 100% ديال المجهود ديال عقلي يبقى يفكر في حاجه واحده، امازون يصبح ويمسي على امازون. يعني الاخ دير لك برودوي، دير برودوي في الاول، ما تسناش تربح من الاول، ما لقاش ديما تسول على بحال اللي قلتي اديسون جا نهار الاول مشى عند شي معلم ديالو قال له الله يحفظك شي طريقه فعاله نقادو بها الضو، ولا شي طريقه فعاله نطيرو بها. الاخوان راي وما عقلتش راي وشي حاجه راي براين ولا ما عقلتش على عقل راي وراين. نهار بوصلوا الطياره راه بقاو شي يحاولوا كيحاولوا 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 عاد قدوا الطيار. انت بيان سور ما بغيتيش تقد دابا الطيار، وما بغيتيش ما بغيناش نصنعوا الضو، كاين الحمد لله والطياره كاينه، حنا بغينا غير ننجحوا فواحد الحاجه اللي نجح فيها مليون واحد قبل. امازون فيه اكثر من مليون واحد نجح، كليك بانك فيها اكثر من 10000 واحد ولا مليونير، واكثر من 100000 واحد نجح. دونك ماشي انت الاول وماشي انت الاخر، وماشي انا الاول وماشي انت الاخر. دونك انت بغيتي ديري شي حاجه ديروها عباد الله، بغيتي تحط برودوي تنجحوا في امازون، احسن حاجه باش تنجح هو تفشل وتتعلم من الفشل ديالك. ملي غادي تشد البرودوي الاول غادي تحطو غادي بدا يتباع، غادي تبدا تعيق، غنطلع ليه الثمن الا ملي طلعت ليه الثمن البيع نقص، هرجت ليه الثمن وهي البيع تزاد. غادي تبدا طلعت شي حوايج بحال هكا، الله البرودوي تقام عليا بهكا، كون عرفت نزل ليه الثمن في البروداكشن كون دابا راه ولات كتشط ليا في كل بيعه كتشط ليا واحد دولار ونص، دولار ونص الا درت واحد 1000 مبيعه ديال هذا البرودوي هذا في الشهر هي 1500 دولار تولي تشط ليا مزيانه. ولا زودت الكميه 10000 حبه في الشهر غادي نولي كندخل 15000 دولار مزيان. تولي تفكر هكا، لان دخلتي للتجاره تولي تفكر هكا. اما الا بقيتي داير بحال هكا متشكي وتقول شي استراتيجيه مزيانه الله يحفظكم الاخوان الامازون، ما غاديش تعلم اصلا، ما شفتيش انت حتى الواجهه ديال امازون سيلر، ولا عرفتي كيفاش تصيفط برودوي، ولا عرفتي حتى حاجه. ماشي ليك هذا الكلام، ماشي موجه ليك الاخ، يقدر يبقى في كل حال هذا الكلام موجه لكاع الاخوان. ويا ريت انا شي واحد يدوي معايا وفهمتي وتعصب عليا ويقول لي دير، يا ريت نلقاه. ممكن نبيع القهوه في امازون خويا، ممكن تبيع القهوه، ممكن تبيع قرعات الماء، ممكن تبيع بالمناسبه الاخوان ها هو اللي كندوي عليه تجيب، هو هذا هو البرودوي ديال الشعر العجيب، هذا هو البرودوي ديال الشعر العجيب. فين باقي من ورا هادشي كا هذا كيرالوكس كاين دي براند، هذا هو البرودوي ديال الشعر
اللي تيكون عندك فهمتي الشعر ناقص. بيان سور انا ما كنستعملوش وما غاديش نستعملو. تيكون عندك الشعر ناقص كديرو وتتعمر به شعرك ملي كدوش كيمشي. هذا البرودوي هذا الاخوان كيتباع في المغرب، غادي يكون الاعلان ديالكم، الاعلان ديالو غادي يكون مرتكم في فيسبوك. هذا البرودوي هذا الاخوان كيتباع. اوف فاك. هذا البرودوي هذا الاخوان كيتباع ب 1.2 دولار الا كنت باغي تشري شي كميه قليله. حنا معاك كنكومونديو كميه كبيره ولينا كنجيبوه ب 60 سنت. 60 سنت فاك على 60 سنت. 60 سنت هي 120 ريال مغربيه، هي 6 دراهم مغربيه تقريبا وقل. وبشحال كانت شحال باش باقي كيبيعوا الاخ في المغرب؟ بحال قلتي كيجيبوه هو ب 6 دراهم، وملي كيجيبوه ب 6 دراهم تيبيعوه ب 557 درهم في المغرب. من 6 دراهم ل 557 درهم في المغرب. هنايا وفي دول اخرى في الهند وفي الدول فاش كنبيعوه كيتباع ب 30 دولار، يعني من 6 دراهم ل 300 درهم. هذا نوع من التجارة الاخوان. الاخوان كيقول لي ما كاين ما يدار. كاين عاوتاني اول واحد واول عبد دخل لا سيجاريت الكترونيك للمغرب، واحد الاخ كيصيفط ديك اللعبه ديال غضبان، يقدر يشتت عليه السوق ماشي مشكل، يقدر فهمتي يرست عليه السوق ولا شي حاجه كان خدام فيها شي حاجه كان خدام فيها ورست. اخويا شوف، الا كنت خدام في المغرب خرج من المغرب، علاش انا كنبارطاجي معاك على حقيتاش؟ تقدر انت تكون عايش في المغرب ومضارب مع المغرب وعايش، لانه فهمتي خرجت من ديك البقعه ديال المغرب وشفت العالم. العالم كبير بزاف، كبير بزاف لواحد الدرجه كبيره بزاف. دونك خدمة انا عطيت الفكره، وممكن من غدا يجيو ينافسوني وماشي مشكل، ولكن كنعرف ان قليل في هاد الولاد يسمعوا اللايف اللي يجي يفكر في الهند، ولا اصلا كيجي يدير يدخل الماركت ديال الهند. ماشي ساهل، هي مساله علاقات في الاول والاخر، ومساله ديال بزاف د الحوايج. اش دخلك للتايلاند؟ ما ساهلش البيزنس في التايلاند. تايلاند من اصعب البلدان اللي فيها البيزنس. الاخوان اللي يجي جاي يبغي يشوف فهمتي، غادي خصك الثقه والعلاقات، وفي من هذه الثقه، وفي من القانون كاع ما تيسمح لك تمتلك شركه. اولا كيسمح لك تمتلك 49% من شركه وتعطي للتايلاندي 51%. شكون هو هذا التايلاندي اللي هذه الثقه وانت ما كتعرفوش تعطيه 51%؟ يعني كاينه صعوبات بزاف الاخوان. خاص تحدى، ماشي ما كاينش ليها الحل، مي خاص تحدى. من فضلك باللغه العربيه لان المغربيه صعب يا اخي. ارجوك سامحني، ولكن هذا اللايف هذا البث المباشر يكون باللغه الدارجه المغربيه، واتمنى ان تتعلمها فهي جد جد سهله. فكما تعلمنا الاخ المغاربه تعلموا لغه الاردنيين واللبنانيين والمصريين و خليجيين و و و و يمكن للإخوة المصري سواء كنت مصري أو أردني أو من أي بلد أن تتعلم اللغة المغربية فهي جد سهلة. فأنتم تقولون جميل، نحن نقول زوين. أنتم تقولوا كثيرا، نحن نقول بزاف. يعني مصطلحات قليلة فرق بيننا وبينكم. وأنا أقول ودي تعلم بإذن الله، ودي تعلم يعني ستتعلم بإذن الله. هذا ما كان يعني، هذه هي خلاصة الكلام. شكرا لك على التحفيز. مرحبا اخي. خويا سيمو، ما رايك في ترافيك مونسون؟ خويا نقول لك واحد القضيه باش نسالي، واحد ما رايك في الشركه الفلانيه وما رايك في الشركه العلانيه؟ انا اي شركه دي تجي عندي في العالم اجي تقول لي يا خويا سيمو حط عندنا فلوسك انفيستيهم لك، انا ما كنحطش الفلوس، انا كنانفيستي راسي. سواء انفيستي في فيسبوك ادز، كنشري فيسبوك ادز بيتيا وكنعرف فين حطيت فلوسي وكنعرف الا مشاو ليا، راه انا مشاو ليا. وتنخدم العقل قبل كل شيء. ما عمري كنحط فلوسي في شي شركه، وما عمري كنانفيستي في شي شركه، وما عمري غادي انفيستي في شي شركه. دونك انت غادي تفكر بالعقل، غادي تقول هاد الشركه هادي بغات تعطينا 10% في كل شهر. واش 10% ساهله سايبه؟ 10% كيفاش 10%؟ راه ما الا كنتي مصحاب، الا كنتي من الناس اللي كتحسبها بورقه وستيلو غادي تفهم. غتقول لي 10% ويلا خا سيمو شنو هي 10%؟ لا،
10% الا مشيت عطيتهم 10%، هي 10% الاخوان، راه الشركات كيوعدوا الناس بكثر مع والناس ما باغاش تفهم، الشركات كيوعدوهم بكثر من 10%. انا تنقول لك اسيدي بغيتي غير هذه الشركه هذه الشويريكه هذه اللي هذه، تجي تقول لي خويا سيمو حط عندنا فلوسك نعطيك 10% في الشهر بارك، واصلا ما كايناش وما يمكنش تكون، لان هذه الشركه هذه اللي تعطينا 10% الا عطيت الا حطيت عندها 10000 دولار اللي هي 10 مليون سنتيم مغربيه، خاص ملي تدوز 5 سنين خاصها تعطيني مليار، اللي هي مليون ديال الدولار اللي حطيت عندها 10000 دولار، خاص ملي تدوز 5 سنين ب 10% 10% 10% 10% وممكن تحل الكالكولاتور وتحسب، غنحط عندها 10000 دولار تعطيني 10% هي 1000 دولار ياك فراس الشهر، يعني ولات عندي 11000 دولار، 11000 دولار اللي عاودت عاوتاني انفيستيتها خاصها تعطيني 10%، يعني هي تعطيني 1100 ديال الدولار، هي تولي عندي 12000 دولار و100 وغادي نبقاو غادي 5 سنين، 5 سنين خاصها تولي مليون ديال الدولار، انت فكر مع راسك، يعني تولي السيبه الى يعني واش الناس غاليه عليهم 10 ديال المليون، وما ديال البشر في المغرب قادره تحط 10 المليون، وراه حطاتها الشركات اللي حاليا ولاو كيتسدوا ولاو قضايا كثار ولاو مشاكل كثار، كاين الشركات اللي هربوا مالها، كاين الشركات اللي باقي لحد الان ما اتضحتش الامور، هي البنك حاجز لهم على الكونط، انا ما كنسبقش الهضره، ما عمري ما كنزرف في الهضره، ما عمري دويت على الشركات المغربيه وما عمري غادي ندوي عليهم، انا كندوي على كل شيء. شحال من واحد سولو انفيستا 10 ديال المليون، انا كنعرف بنادم انفيستا في دوك الشركات اكثر من 10 ديال المليون، كاين ناس بزاف كنعرفهم انفيستا اكثر من 10 المليون في دوك الشركات، ها هما دابا حاصلين. دونك هاد الناس حتى هما كانوا كيطمحوا بحالك، راه حسبوها حسبها اجي شري الفيراريا ولا اللامبورغينيا، حسبوها هما ماشي هو، امه البشر حسبوا راه صافي اجي سوق الفيراري ولا اللامبورغيني من هنا 5 سنين، فهمتي 5 سنين غادي تلقاه هو وحسبوه بالله راه مراكش غادي تولي هي دبي، مع غادي يوليو ما كثار صافي كلشي غادي يولي مليونير، صافي كلشي غادي فهمتي غادي كلشي غادي تولي عندنا مراكش هي دبي، مي اخي الواقع حاجه والشركات الهضره ديال الشركات حاجه، دونك نتايا خدم عقلك قبل كل شيء، ما تستنى انا نقول لك لا ما انا ما عمري اصلا ما عمري ما جيت لقاني دويت على شي شركه، وما عمري اجي نقول لك شركه نصابه، وما عمري اجي نقول لك شركه صادقه، علما ان الاخوان ندويو عاوتاني في واحد الموضوع ما عمري دويت فيه، هو ان شركات مغربيه كونتاكتاتني قالت لي الله يحفظك كتب عندنا شركه صادقه وقول لنا شركه صادقه وتفضل الفلوس، لا خويا اسمح لي، شركات صيفطوا لي ناس اللي هما صحابي، شركات مغربيه صيفطوا لي ناس اللي هما صحابي، خاي سيمو الشركه الفلانيه قالت لك الله يحفظك بشحال تقول عليها راه هي صادقه، وماشي القضيه الناس ما فيهاش شويه الفلوس فيها الملايين، تنقول لا خا انا خليني بعيد، انا ما عندي ما ندير، علاش اجي نحتاج نقول شركه صادقه، ولا الا كان فريمون هما صادقين علاش اجي تسناني انا نقول عليها شركه صادقه، كون هي صادق مع راسك وما اجي تسنى حتى واحد يقول عليك صادق باش نتفاهم. دونك حسبها مع راسك، شتي الا جات عندي شي شركه شي نهار قالت لي اخويا سيمو غادي نعطيك 1% في الشهر، هي 12% في العام، والله حتى انفيستي معاها الا كان عندها شي بلانينغ زوين، غادي انفيستي معاها لان الا حطيت فلوسي في البنكه كناخذ قل، دونك 12% في العام مزيانه ليا، وسيرتو ان البنكه راه حرام لان الربا، وتما غادي يكون حلال لانه كي انفيستيو في شي حاجه ولا كذا ولا سميتو، دونك هادي 12% في العام وانا قابل بها، اما تجي تقول لي 10% في الشهر وداك الشيء الاخوان كنقول لكم سبق عقلك، عقلك ديما خليه يخدم، ما تخليش العاطفه تجرك، ناري شحال غادي ندخل ديال الفلوس 30% في الشهر 33% في الشهر وي ناري دابا غادي تبقى تشد الكالكيوليتر وتجلس تحسب وتفرح، ما في الاخر غادي يمشيو لك فلوسك، هادشي اللي نقدر نقول لك، وكما تنقول لكم ما عمري دويت على شي شركه مغربيه وما عمري غادي ندوي عليها، كنت دويت على وورلد الشامين لان ماشي شركه مغربيه، وقلت ان ردوا بالكم لان ماشي شركه مغربيه، شركه مغربيه كنتفادى الهضره على اي شركه مغربيه، ودم المغربيه على المغربيه حرام، والله يسخر الاخوان المغاربه اللي كيديروا الشركات الله يوفقهم، اي مشكل طرا ديما رد المشكل رد لراسي انايا مصبوع عليا انا اللي فيا المشكل، لان كون خليت فلوسي في جيبي ما 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 كانوش غادي يديهم ليا، ولكن انت اللي عطيتيهم فلوس، انت اللي فيك المشكل، بلا ما تقول لي تحاول تبرر راسك شي فشل، انت اللي فيك المشكل، انت اللي تغريتي
فهمتي تغريتي بدوك وتقول لك الطمان كيقارو الكذاب. هاجي سالينا كاع، سالينا مع ترافيك مونسون وكاع الشركات الاستثماريه، هذا هو الرد ديالي. سؤال المباشر رقم 11، لا تعجبني جينا كيف تسويق منتجي بكليك بانك افيليت لي كافيليت لي يبيعون منتج. خويا البرودوي ديالك، البرودوي ديالك غادي تشدو، غادي تحطو في كليك بانك، غادي تشدو تحطو في كليك بانك، و راه غادي يجيو دي زافيلي بروموتيوه، الا شافو كي كونفيرتي راه غادي يبقاو مكملين فيه. شد البرودوي ديالك، قاد شي برودوي مقنع، شي سالز بيج مقنعه، شي حاجه مقنعه، حطها في الاخوان. غادي نمشي، غادي نمشي ندير واحد القضيه، نمشي نجيب يا بسم الله. حسيت بالحرارة، مشيت جبت التليكوموند باش نشعل الكليماتيزور. هذا ما كان اخاي من ناحية كليك بانك والبرودوي ديالك، راه اي واحد ممكن يحط البرودوي ديالو في كليك بانك مقابل 47 دولار البرودوي الاولاني، و 27 دولار البرودوي الثاني ولا الثالث ولا الرابع. هل عندك شي معلومات للاستثمار في شركات، بلا ما نقول سميت الشركه؟ خويا راني جاوبت هذاك الرد اللي جاوبت على الشركات الاستثماريه، جمعوا على الشركات كاملين. ضروري ديروا البيبر داونلود باش تجمعوا راس المال؟ لا خويا ماشي ضروري، كل واحد من يجمع راس المال. هل يمكن استعمال اليوتيوب لتسويق منتجات كليك بانك مع العلم لدي تجربة جيدة في اليوتيوب؟ اخويا توكل على الله، الناس خدامة باليوتيوب. الا عندك تجربة جيدة صاو كيجيو الناس راه حولهم على كليك بانك، و جو سوي سور راه غادي يشريو، لحقاش كاين دي برودوي اللي عندهم سالز بيج مقنع. انا خويا سيمو شي سيت سي با مزيان، بغيت نولي نصيفط دي زيميل يعمر بنادم فورمولير باش تنصحني. خويا دوك باش نتفاهموا على واحد القضيه، الاخوان كتطرح في الاسئله بزاف الاسبوع اللي فات، و لي زوفر ديال لي ماي سابميت، البين سابميت والزيب سابميت وديك الهضره كامله ديال صيفط لهم ناس وما حسبوهمش، ودخلت براسي ببروكسي من امريكان وعمرت الفورمولير وما زادونيش داك الدولار ولا دولار فاصلة جوج اللي كيعطي ولا جوج دولار. يعني الاخوان خاص تعرف بلي دوك الشركات اللي كيديروا الايميل سابميت راه ما رابحينش هما في الايميل، وما رابحين من داك التسويق لداك الايميل. ولا جاو انت يخلصوك على الايميل 1.2، يعني الا صيفطت لهم 100 ايميل خاص يخلصوك 120 دولار، وذلك مستحيل. 100 ايميل تشريها شركه ب 120 دولار، مع ذلك كانوا دوك لي زيميل جاو مهتمين بشي دومين. انت اصلا كذب عليك، كتقول لي دخل تاخذ واحد لاكارت ديال ماكدونالد وتجي تعطيك عليها 1.2 دولار، ما كيحسبوش، ما يسمى بالسكراب. يعني غادي تصيفط 100 ديال الناس يتسجلوا، يلاه يقدر يقول لك 10 تسجلوا، وشوف انت واش مسلكك، شوف واش انت مسلكك تكمل الخدمه ولا لا. غتقلب على سي بي ا سكراب، غادي تلقى كلشي، فهمتي كيفاش؟ وماشي غير هما بالمناسبه، كاع الشركات كتسرق ليليد. انت ملي كتصيفط لهم الناس، انت ملي كتصيفط لهم الناس ما كيحسبوش لك الناس كاملين، وهادشي كديرو كاع الشركات. انت كتشوف واش مسلكك ولا ما مسلككش في الاول وفي الاخر، لان حتى انت كون عطيناك المانيطه في الاخر غادي دير نفس الخدمه، كون انت عطيناك المانيطه تلعب وانت وليتي ادفيرتايزر غادي دير نفس الخدمه وجو سوي سور، ما فهمتي؟ وانا ما واحد الوقيته كانت تعطاني اللعب درت نفس الخدمه، وفي الفيوتشر ان شاء الله باقي غادي تعطاني اللعب وغادي ندير نفس الخدمه، لان ما يمكنش تحسب الادفيرتايزر، لان الا جيتي للقانون ما يمكنش تحسب لواحد بابليشر تحسب ليه الكوميسيون ديالو كامله.
لان كاين واحد النسبه ديال الفروض في الاخر كيدوزوها. مثلا كتجي انت كتلقى بلي مثلا المبيعات الناس اللي كتجي الريفاند 20%، واش انا ممكن نخلصك في السي بي او نعاود نرجع عندك نقول لك جاج شي فلوس خاصك تردها؟ ما يمكنش. دونك كنمشي كنبقاش تنحسب 20% ديال لي كوميسيون ديال المبيعات. ملي كنجي كنلقى بلي النسبه ديال الفروض ديال لي زيما اللي كيدخلوا ليا يوميا البابليشر هي 23%. دونك شنو كندير باش نحمي راسي؟ ما كنحسبش 23% ديال لي لي تدخلهم وانا ما نحسبهمش. ويقدر انت كتدخل لي ليد كاملين زوينين ولكن متضرر، واحد هو اللي كيدخل الروينه كامله وتا هو راه تيحيدوا لي 23%. المهم في الاخر علاش كيدير الادفيرتايزر هادشي؟ انا وصلت واحد النسبه ديال كانت الفروض عاليه، كنت شاد ديال جيستيون ديال واحد الشركه الجيستيون ديال الفروض اللي كنسميوها، تلقى بلي نسبه الفروض واصله 50%. كان بلوكي وغادي كنزلها، وفي نفس الوقت صافي ما بقاش كنحسب 50% ديال لي ليز، ولكن بالفن بواحد لا تكنيك ما يحسش بها حتى واحد. وطبيعي داك الشيء الاخوان، يعني انت ملي كتجي كتخدم على ليدز ما تبقاش تحاسب واش حسبوا ليا ما حسبوش ليا. انت شنو تيهمك؟ واش صرفت 100 دولار دخلت 120 مزيانه ليا غنكمل. نهار اجي ملي كنصرف 100 وغادي تدخل ليا 90 اجي نوقف. صرفت 100 دخلت ليا 200 راني مكمل، صرفت 100 جابت ليا 1000 راني مكمل. نهار ما اجيش تلقى الار واي، نهار اجي تلقى كتصرف وما كتجيبش الربح، ديك الساعه اجي توقف صافي. هذا هو السي بي. ما تبقاش تسول على بحال قلت لي زوفر ديال لي مايل سابميت وداك الشيء ما تيحسبوش. انت تجي تشوف شحال كتجيب لهم الترافيك. كاين الاخوان اللي مخرجينهم واخا كيشفروهم مخرجينهم، حتى تيصيفط لهم داك البي بي في ترافيك اللي ما ساوي حتى حاجه، كيصيفط لهم 20000 فيزيتور ب 20 دولار. دونك 20000 فيزيتور ب 20 دولار لا دخلوا ليه هو 20 ديال الناس في كل 1000 دخلت 20 كل 1000 واحد يلاه واحد دخل لي مال ديالو حسبوه ليه. بيان سور كاين اللي ما حسبوش، يعني جاتو الا جات كانت دولار ونص داكشي اللي تجي 30 دولار، يعني صرف 20 دولار جاتو 30 دولار مزيانه ليه. خاصني ما كنش حصلت على اقامه في الطرند ديال الشراء سائحه وبيزنس ولي حق لك فتح حساب بنكي وكريديت كارد وشكرا. نجاوبك على السؤال من الاخر وانا طالع، واش ممكن تحل حساب بنكي في دول اسيا؟ خويا كان ممكن الناس اللي جاو هنا في 2012 و 2013 بحالي انايا حلينا كونت بنكير في دول اسيا ماليزيا تايلاند، كانت تحل فين ما بغيتي ما كاينش مشكل. ماليزيا بعد شي عمليات اسمها ارهابيه نيت وقفات شحال هادي. تايلاند امتى وقفات؟ وقفات سيدي وقفات في لافان ديال 2000 وكفات في لافان ديال 2014 بعد العمليات الارهابيه ديال بانكوك وكفات هادشي. يعني امريكا حتى هي كان ممكن تحل كونت بونكر من الانترنت. جات 11 سبتمبر وكفوا داكشي لان ما مسلكومش. انا اكثريه الفلوس ديال باش كيتمول الصداعات وداكشي راه كدوز في ديفيرومون بونكر، يعني هما بغاو يوليو ما تحلش عندهم من الانترنت وتصيفط لهم اي باسبور، يقدر يكون الباسبور مزور وصيفط لهم باش هما يجي فيريفيو، يعني تيقول لك اجي عندي بوجهك وجيب لي الباسبور قيسو بيتيه وجيب لي الوراق نشوفهم بيتيه ونحل لك. هادي ميريكان بعد 11 سبتمبر مابقاش كتحل في الانترنت ولا خاصك تمشي لتما. تايلاند كان حتى الاخر ديال 2014 كان هاني يجي يحلوا لي كونت بونكير ومرحبا بك وما كاين حتى مشكل. دابا مستحيل لان بعد العمليات الارهابيه ديال 2014 وقفوا حتى هما. ماليزيا حتى هي وقفات. ماليزيا شحال هادي كانت ديك مشات لي سميتها ماي بانك كان اللي مشى عندها طلع على الدراري صحابي اللي مشى عندها السلام عليكم حلوا ليكم. حاليا لا ما كاينش. ومشى الدراري صاحبي في 2015 مشى الماي بانك في ماليزيا قالوا ليه لا ما بقاش حاليا يحل لك اي دوله بعد شي عمليه ارهابيه ولا داكشي كيجيو تيرجعوا لي فون والفلو تلقاو باللي صافي في الاخر كيلقاو باللي تاك 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 اشنو طرا تفيراو الفلوس. دونك تفيراو الفلوس وتلقاهم دازو في دي كونت بونكير اللي مالهم اصلا حلوهم من الانترنيت ومالهم حلوهم بشي طريقه غير شرعيه. دونك في الاخر كيضطروا انهم داك المجال ديال البانكينغ غادي يسدوا هما كلشي صافي ما يبقاش يحلوا للناس جداد الا جيتي عندي بوجهك. حاجه اخرى هي سولت على الاقامه. لا خويا ما عنديش الاقامه وان شاء الله من هنا لقدام غادي ندير الاقامه.
حاليا عندي فيزا ديال 6 مو، ولكن بالقانون عندي الحق نجلس بها حتى 9 شهور بالقانون. على حقيتاش كاين فيزا، مثلا عطيتك فيزا ديال مثلا عطيتك فيزا ديال ميريكان فيها 3 مو، وجيت تسالى مثلا بعد يومين راه من حقك تمشي للميريكان، واخا باقا الفيزا يومين من حقك تمشي للميريكان. وملي تدخل للميريكان هو كيحدد لك شحال الفتره اللي من حقك، يعني تيقول لك مثلا عندك الحق 6 موا، ولا تجي يسولك تبان ليه انت وجهك ماشي هو هذاك تعطيك 15 يوم. المهم على حسب، يعني الفيزا هي هذاك الطريق اللي فيها، هذاك الثلاث شهور اللي فيها هو المده اللي مسموح لك فيها تدخل لديك البلاد. شتي تكون باقا فيها غير يومين راه من حقك تمشي لديك البلاد، وملي توصل تما يعطيوك 6 موا، واخا تسال هذيك الفيزا راه من حقك تجلس 6 موا. يعني تايلاند كتعطيك 6 موا كل دخله عندك فيها 2 موا، يعني الا جيتي دخلتي في الاخر ديال 6 موا راه عندك 2 موا اخرى. وممكن الى بغيتي تزيد تجلس اكثر، واخا هذا لوكا هذا ما عمر تحتيه فهمتي، لان ما الفيزا ما غادي يجي، راني غادي يجي الفيزا ملي كتسالى بحال المشي والمجي للمغرب عاود تجدد. هادشي شي واحد اخر، يعني ممكن تمشي تسالى لك يعني ديك الوي موا هي ولات 6 شهور، وشي دخلتي الدار الاخر زادوك شهرين، يعني جلستي 8 شهور، ومن حقك تمشي عاوتاني ليميغراسيون تقول لهم راه باقي عندي شي حاجه علاش نجلس هنايا، و بيان سور راه غادي يزيدوك شهر كتخلص عليه شي 400 درهم مغربيه، وغادي يزيدوك شهر. خويا فاش كنحط المنتج ديالي في امازون واش كيجي لي الترافيك بوحدو ولا خاصني نجيبو؟ خويا على حسب، الا حطيتي شي منتج معليش المنافسه بزاف غادي يجيك الترافيك، لان غادي يطلع في لاباج الاولى حتى نتايا و غادي يجيك الترافيك. حطيتي شي مونتاج في شي كاتيجوري اللي صعيبه بزاف راه ما غاديش يجيك الترافيك، غادي تكون انت في لاباج ال10 ما يشوف حتى واحد. دونك ما غادي نقول لك كيفاش تجيب السيلز، واخا تحط اللي حطيتي وراك هو امازون كتخلصو كتقول له طلعني في الاول، كيتسمى امازون بي بي سي. في الواجهه ديال السيلر عندك ادفيرتايزينغ، غادي تمشي ليها تلقى بلي ممكن تبيدي على شي كيورد، كيطلعك في داك الكيورد والناس اللي ضغطوا عليك كتخلص في ارغان. كنت كنخلص 1.2 دولار للكليكه مخرجاني، بيان سور مخرجاني، يعني كنخلص بحال قلتي شي 12 درهم لكل كليك، كل واحد كيجي كيكليكي عليا تنعطي 12 درهم لامازون، وكانت مخرجاني. لي برودوي الاخرين ما كاينش هاد المنافسه، تقدر تخلص تاع امازون 0.3 0.4 3 درهم 4 درهم، غادي يطلعك في امازون انت الاول، غادي يطلعك انت الاول في اعلان، ماشي انت الاول في التستيفان، انت الاول في الاعلان، انت فوق لي برودوي كاملين، ولكن غادي تكتب حدا سبونسور. وغادي تبدا تجيب البيع من النهار الاول، يعني غتحط البرودوي ديالك غادي دير ليه ادفير، ما بغاش حطيتي البرودوي ديالك ما طلعش في لاباج الاولى، ما جبتيش بيعات، ما سميتو، غادي تمشي تقلب غادي دير ادفيرتايزينغ غادي تبدا تبيع، هو امازون فيه البيع صافي. هنا هادشي اللي نكونفيرمي لك، هو امازون غادي تبيع، غتبيع بالربح ولا بالخساره ديك هي تاع معلميت ديالك. في الاخر راك بايع البرودوي ديالك غادي تتباع. كنت مكالي هاد التليفون هذا مكالي بواحد، في الاخر هذيك الربح ولا بالخساره كما قلت مع الميتيك، غادي تجي تحسب التكلفه ديال البرودوي، التكلفه ديال التصفيات، التكلفه ديال امازون، التكلفه ديال الاشهار، واش قل من التكلفه ديال باش كتبيع مزيان، هذه التكلفه هذه طلعت اكثر من التكلفه باش كتبيع، دونك خاصك تنزل من شي حاجه باش تخرج المعادله، وهذه هي التجاره. دونك ملي غادي توصل لهاد ستيب هذه جاوبك كدير التجاره، غاتولي كتعرف ما هو ماركتينغ، وكاين البيدجي ديال الماركتينغ، كاين البيدجي ديال البروداكشن، كاين البيدجي ديال الشيبينغ، كاين البيدجي ديال الوير هاوس ديال فين كتستوكي، كاين يعني هنا تولي تدخل شي حاجه سميتها التجاره. ممكن شي نتورك ديال الترافيك اللي قلتي، تصبر على عقبتني شد السؤال ديالك، شد واحد السؤال خويا سيمو جبان لك في خل التفاح نبيعو في نجي راكا، خويا سيمو جبان لك في خل التفاح نبيعو في امازون، بيع اخويا قبل الان نقول لك قبل ما تبيع، واجي تبيع جو سور غادي تتباع اي حاجه ستيلو ستيلو، كاين صديق ديالنا مغربي كيبيع ستيلوات، واحد النوع ديال الستيلوات بيان سور، ما غاديش تمشي دير بحال هذا الستيلو هذا وتجي تبيعو، غادي تمشي تجي تشوف واش الناس اللي قبلك بداو تيبيعوا الخل ديال التفاح اشنو دايرين، شحال عندهم من ريفيو، واش باعوا، شحال باعوا،
تشوف هادشي كامل، تاخذ هاد المعلومات هذا، تبني القرار ديالك واش تبيع برودوي ولا لا. اما هو راه اللي درتي غادي تباع في امازون، غادي تشوف، لان الناس اي حاجه كتخيلها راه كيقلبوا عليها وكيشريوها. دونك انت غادي تشوف الناس اللي سبقوك شنو داروا، وراه جو سوي سور الا درتي غادي تبيعوا، ولكن غادي تشوف واش الناس قليل اللي كيقلبوا عليه، واش المبيعات قليله واش المبيعات كثيره. معني شي فكره، كنعرف بلي خلي التفاح تيتباع في المغرب مزيان. وي صبر 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 الله صبر، كنت بغيت نزرفك واحد التزريفه خايبه. خل ديال التفاح كيتشرب، واي حاجه كتشرب وكتكال خاصك واحد الرخصه سميتها لي في الدي من الفود اند دراغ ادمنستريشن، وصعيبه باش تحصل عليها. هادشي اللي نقول لك، شوف دي برودوي اللي ما كيتكالوش، ما راني كندوي في ستيلو، كندوي في ارغان بيان سور، راه شحال ديال الرخص خصونا باش نبيعو ارغان. هادشي سكين يعني، شي حاجه كتحطها للجلد ديالك، الجلد ديالك شي حاجه كتكون سهل، الرخص ديالها سهل. شي حاجه ديال الماكله كتكال، لا خويا صعيبه صعيبه، ماشي تنقولك مستحيله، صعيبه. مي في لو ديبي ديال شي اي اخ بغى يبدا امازون، لا اي اخ بغى يبدا امازون سيلر، جرب ما تدش على هضرتي، حاول تحط شي برودوي ديال شي حاجه كتكال، هاد القبل اللي صعيب. سيمو قول لنا كيفاش شيبينغ في الانترناسيونال فيا امازون اي باي. خويا الشيبينغ ما كاينش حاجه سميتها شيبينغ انترناسيونال بامازون واي باي. كاين ملي كتحط البرودوي ديالك عند امازون في ميريكان، راه كتبيع في ميريكان. ملي كتحط البرودوي ديالك في امازون فرونس، راه كتبيع في فرنسا. ملي كتحط البرودوي ديالك في امازون جابان يعني في اليابان، راه كتبيع في اليابان. هادشي اللي كاين الاخ، يعني فين ما حطيت البرودوي ديالك. وحاليا ولاو حلوا هاد البروغرام في السنه اللي فاتت، انك تهز البرودوي ديالك اللي حطو في ميريكان، تقول لهم شي كميه يصيفطوها للمكسيك ولا يصيفطوها لكندا، ومن تما كتولي كتبيع في امازون كندا ولا تبيع في امازون المكسيك. هادشي اللي كاين. اما من امازون حط عنده السلعه في ميريكان يبقى يصيفط في العالم كامل، لا. ممكن شي نتورك ديال الترافيك اللي قلتي 20 دولار 20 ألف، نتورك ديال الترافيك ديال داك الثمن اللي قلت. كاين عندك اخويا البوب ادز، بوب ادز مشات لي السميه ديال الاخرى، بوب ادز، بوب كاش، هاد جوج هادو غادي تجيب بهاد الثمن هذا. كاين عندك الزيرو بارك، الزيرو بارك صعيب تقبل فيه، وميم الا تقبلتها راه كاين بيان سور تولي تجيب 1000 دولار يجيب لك 1000 فيزيتور، ولكن راه كي دايره الكاليتي ديال الفيزيتور، مع لو كواليتي فيزيتورز. هاني امينه ان ار بي، شوف جات عينيا عليك كتبع عفاك، سير تو بلي ريبون موا. كون بقيتي كتكتبي السؤال كون على حقي، صرا كنبقى كنجاوب، كنشوف اي تنشوف في الكاميرا، ما كنقراش الاسئله. ملي كنجي نشوف الاسئله لقيت هير اي ار اس اس في الريسكين اخاي سيمو. ما فهمش اخويا هاد اي ار اس اس. شحال تتخلص الامازون على سلعتك؟ خويا كيدي لنا حوالي 30% 40% من، فهمتي، هو عنده واحد البورسونتاج عالي. مي اخويا راه ما تشوفهاش من البورسونتاج عالي اللي كيدي لك، كتشوفها من راحه البال. راه بيان سور ما خدم حتى شي كاستمر كيجاوب على التليفون، وما خدم حتى واحد في الجيستيون د ستوك، وما خدم حتى واحد في الشيبينغ، وما خدمش وما خدمش وما خدمش. شي فورماسيون على كليك بانك خويا، شي فورماسيون على كليك بانك، غنجاوبك احسن جواب ممكن. شي فورماسيون على كليك بانك هي ارمازون، هي شي فورماسيون على كليك بانك يونيفرسيتي فيرجن 2 اللي مقداني كليك بانك، ومخدمه فيها ادم وجوستن. هاد ادم وجوستن داروا دي مليون ديال الدولار من امازون، وكنستقبلهم اوباما كنستقبلهم بجوج، وهما دايرين واحد الفورماسيون على كليك بانك سميتها كليك بانك يونيفرسيتي. ديجا دابا راه الله مخرجين نمبر 2 هاد العام هذا، غادي دير كليك بانك يونيفرسيتي في 2 فيرجن 2، راه غادي تلقى فيها كاع اي حاجه محتاج عليها. الاخوان دابا تيقول لي دير فورماسيون على كليك بانك، دير، نبقاو نحرقوا الوقت ونضيعوه ونهرسوا راسنا. كلشي كاين، واش انت كاين؟ هذا هو السؤال. غادي تمشي اخويا دير كليك بانك يونيفرسيتي، الاخوان كاملين كليك بانك يونيفرسيتي فيرجن 2، غادي تلقى باغي تقرا على كليك بانك، باغي دير شي حاجه في حياتك من كليك بانك، كاين كليك بانك يونيفرسيتي. باغي تقرا على الريسكين، كاين يوديمي. باغي تقرا على السي بي ا، كاين الفورماسيون ديالي، كاين في يوديمي دي فورماسيون زوينين. اشنو باغي نتايا؟ خاصني انت تعرف اشنو باغي. كلشي كاين.
كي كدير امازون تشد من عندك البرودوي خويا. ملي ملي غادي تدخل امازون سيلر، ملي غادي تدخل امازون سيلر غادي تلقى بلي كتحط البرودوي ديالك في الاول عندهم، كدير بلي راك باغي تصيفط لهم البرودوي، تيقولوا لك اوكي باغي تصيفط لنا البرودوي شحال الكميه اللي باغي تصيفط، تقول لهم اسيدي باغي نصيفط لكم 120، نبداو حنايا بشي مثال ساهل، باغي نصيفط لكم 120 حبه من هذا البرودوي هذا، تيقول لك اوكي غادي تشد 30 تصيفطها لهاد البلاصه هادي في ميريكان، وغادي تشد 30 تصيفطها لهاد البلاصه هادي في ميريكان، وغادي تشد 60 اللي بقات تصيفطها لهاد البلاصه هادي، وكل باكيه كل كرتونه فاش كتصيفط هاك الورقه هادي طبعها تعطوك شي ورق، الكرتونه الاولى اللي فيها 30 طبع هاد الورقه تحطها فوق الكرتونه، الكرتونه الثانيه اللي فيها 30 طبع هاد الورقه تحطها فوق الكرتونه، الكرتونه الثالثه اللي فيها 60 طبع هاد الورقه تحطها فوق الكرتونه. هما بيان سور ملي كتوصلهم، ملي كتوصلهم بالداش اير ولا انت ملي كتصيفطها بالداش اير ولا في ديكس ولا داكشي كتوصلهم، هما كيشدوا بيان سور كيسكاني ديك الكرتونه كيعرف بلي السلعه شكون هو اللي صيفطها، كيهزوا ديك السلعه كيحطوها في الكونت ديالك بيان سور بيان سور فهمتي، تيركبوا ليها واحد التيكيت لانه كيبين انها كتنتمي للكونت ديالك. هما بيان سور ما كيديروش ديك الخدمه، هما كيديروا غير الخدمه النهار الاول كيشدوا الكرتونه وكيحطوا السلعه تعطوها للروبوات. الروبوات بيان سور عايشين في مدينه كبر من مراكش، مدينه كبر من مراكش مستوكيه فيها السلعه، الروبو ملي كيشدها كيمشي كيخبعها في شي بلاصه، الروبو عارف فهمتي فين كاينه السلعه، فين هو عارف فين خزنها. الناس راه مشاو الاخوان بعيد لواحد الدرجه ما كتخيلش، مدينه كبر من مراكش فيها السلعه، دونك كيمشي الروبو كيستوكي السلعه. اون فوا كتجي شي كوموند، كتجي شي كوموند مثلا انت كتبيع تتبيع سوريا، سوريا ديال البيس، اون فوا كتجي شي كوموند كيمشي الروبو كيهز ديك، اون فوا كيشري شي واحد كيمشي الروبو كيهز هذيك السلعه كيديرها في كارطونه كيسد عليها اوتوماتيك، كلشي كيدار اوتوماتيك، كتركب ليها لادريس ديال هذاك اللي شرا اوتوماتيك كيمشي تيحطها في واحد البلاصه باش كتجي البوسطه كتهزها، كاع شي كيطرا اوتوماتيك. ولا يومين هذا بالمناسبه الاخوان امازون باقي خاسر، لان التكلفه ديال التكنولوجيا هادو وهاد الصداعات وهاد الابحاث وهاد الروبوات هادو اكثر من التكلفه ديال الارباح. الله يحفظك خويا سيمو، ديما كاين الجديد. لا خويا راه ما الجديد ما والو، راه الاخوان ما كتبحثش، اما شي واحد زعما اللي قال لي دير راسو في امازون اجي يمشي لامازون اجي يعرف هادشي كامل، الاخوان ما كيبحثوش، سولني نجاوبك ونقدر في داك الجواب ديالي عادي تموتيفا هو يمشي يبدا ملي يفهم الكونسيبت اون جينيرال. راه ديجا شرحنا الكونسيبت ديال البيع في امازون، كيفاش تبيع في امازون، الاشهار في امازون دويت عليه حتى هو، باش تبيع البرودوي ديالك في حالة كان مكاسي في لاباج العاشرة، راه امازون فيه انه يطلع لك البرودوي ديالك في الاول، امازون كيفاش تحط فيه سلعتك، كيفاش توصلها، كيفاش يعرفها، راه ديالك راني قلت كيفاش كيفاش فين كتبيعوا لي كورس ديال فين كيتباعوا لي كورس ديال الايميل ماركتينغ خويا، في يوديمي، يوديمي كاين دي كورس ديال الايميل ماركتينغ واعر ما موراهم حتى حاجه. انا اللي جيت نقاد كورس ماشي نقاد بحال هكاك لان ما عنديش الكانه ديال نجلس ونقاد. جيت تمشي ليوديمي، هي يو دي او ام ايغريك، اخويا سيمو انا في مدينتك كنسلم عليك ساعة الجامع الفنا، الله يحفظك اخويا، تما جينا حتى حنا كنضربو دوارة تما. اخويا سيمو بغيت نخدم 1000 اورو باش تنصحني خويا، رجع لسميتو ديال البارح، الله يجي البارح، الا بغيتي تبدا السي بي ار تيبان لي 600 دولار قاده، كيفاش نلخص لك غادي دير 20 دولار في النهار فيسبوك ادس غادي تتعلم وغادي تمشي بعيد، بغيتي تبدا الريسك راك محتاج غير راك محتاج غير 25 دولار ديال الكونت، ولي كودر الاخوان موزعينهم في لي جروب عطاهم الله. يو دي مي راه كتبها الاخ محمد سالم، دي كورس دات سانس بالعربيه. خويا غادي تخصني شي وقيت وغادي نشارك الكور ديال الادسنس ديالي، غادي نعاود نحطو للنص فابور. مي الكورس ديال الادسنس بالعربيه كاين واحد ادسنس والله ما عقلتش على واحد السيت شرح ادسنس شرحو مزيان، شرح ادسنس مزيان والعربيه. نتمنى الاخوان اللي عرفوه اللي عرفوه يحطوه ليه، كلشي حاول يشارك لانفورماسيون. بغينا نطلعوا لي فيديو في يوتيوب، خاصنا بغينا نطلعوا لي فيديو في يوتيوب، تا فكره ما عندي تا فكره اخويا. اتمنيت ارسال داش ال خويا، اتمنيت ارسال داش ال، هو اللي تمشي عند داش ال اللي تسولو، ما كاينش شي حاجه ما كاينش شي واحد يقدر يقول لك الاتمنيت ديال الارسال في داش ال فهمتي، غادي تمشي عندهم غادي تسولهم، وبليس راه الى ممكن تحل معاهم كونتو غادي ينزلوا لك الاتمنه، ممكن بعد واحد المده وانت كتصيفط كميه كبيره غادي يزيدوا ينزلوا لك الاتمنه
ممكن بحال اركان كنصيفطو بواحد الثمن قل، لان السيده دايره تعاونيه وهما عندهم واحد البارتناريا مع التعاونيات اللي كيديروا داكشي ديال الصناعه التقليديه كينزلوهم بالثمن. ديك السيده كتخلص هي 20% من الثمن اللي مشيتي انت، اللي مشيتي انت تقولوه لك هي كتخلص 20% ديالو. يعني ما كاينش شي ثمن الاخ مدقق اش نقدر نفيدك. الا كنتي كتشري اركان ولا شي ساعات ديال الصناعه التقليديه، السيد اللي كيبيع لك عنده تعاونيه ديال داكشي ديال الصناعه التقليديه، خليه هو يمشي يصيفط، راه غادي يصيفط ب 20% من داكشي اللي تبغي تصيفط. الا مشيتي انت قالوا لك مثلا خاصك 10000 درهم هو يجي خصو 2000 درهم، وشوف الفرق شحال. كيفيه انشاء شركه للقبول في امازون وكم يكون الثمن؟ خويا ما تحتاج الشركه لو بغيتي تقبل في امازون، ما محتاج الشركه باش تقبل في تبدا تبيع في امازون. وانا شفت الاخوان كل شيء ولات تموتي باب امازون، الاسئله كامله كطيح على عيني ملي كنجي نجاوب امازون امازون امازون. كما قلت لك الاخ، ما جيش تحتاج الشركه باش تحل في امازون. الى يومنا هذا امازون باقي خدامي بالبيرسونال اكونت، ما دارش فيه الشركه. عندي شركه في امريكان، مي امازون خدام به بيرسونال. واش مبلاني شي زياره لالمانيا؟ مرحبا بك خويا. ما عندي طبلان لاوروبا، ما مي ان شاء الله، علاش لا، والله يحفظك وشكرا بزاف. ما اخي انا تعجبوني دول وحدتين، تعجبوني فهمتي، تعجبني البيزنس امريكان، راحت البال، ستيل دو في كدا، دول اسيا، كامبوج، لاوس، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، بالي، اندونيسيا، فيليبين، نمشيو ليها نشوفوها كي دايره ان شاء الله. هادو هما فريمون لي وتنحس حتى الناس تنحس بهم فهمتي، تيجوني على الكانو ناس مسالمين بحالي، بغاو يسلب بالعنب، ما فهمتي، ما عندهمش معاك كثرة الصداعات، كثرة المنابحة، الغوات، ما كيعليوش صوتهم. هادي هي اهم حاجة. انا ما تعجبني تجيكو احمد حتى والله حتى فهمتي، داك الشيء ديال اللي كنشوف في المغرب صراحه ما كيعجبنيش، داك التعلان ديال الصوت وداك الغواج، داك الشيء فهمتي كنبقى مصدوم منه. هنا 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 حشومه انك تعلي صوتك بعداك، فهمتي، بغيتي تعيط على صاحبك في الاخر ديال الشارع، سميو التليفون تعيط له، ما تعيطش له تقول لان حشومه تعلي صوتك. وفريمون الناس تيجوني هنا على تيجوني الناس هنا على اللقان. كتاب اللحيه، خويا كتسولني على كتاب اللحيه، كتاب اللحيه اسمح لي راه تترجع اللايف كان تنطلع عليه طليله، والبارح شفت بلي سولتيني بزاف. الكتاب ديال اللحيه ديال اللي عاوني، واخا دابا راه دابا جايه لواحد دو موا، هادي ما قصتهاش، ما قديتهاش، راه طالعه عشوائيه، قلت زيد خليها تسرح. خويا الكتاب ديال اللحيه ما بقاش كيتباع، مولاش تدارو فواحد البرودوي، ولا كيبيع واحد البرودوي ديال اللحيه، ولا زادو معاه فابور. غادي تكتب سيدي بيغ بيرد، يعني الحياه كبيره، بيغ بيرد بالم، غادي تلقى كيبيع واحد الدينه كدار للحياه، وغادي تلقى حط البرودوي ديالو. ملي غادي تبقى تشوف التصاور غادي تلقى الصوره ديال الكتاب، غتلقاها في الاخر كاع، ولا كيعطيه فابور مع اللي شرى من عنده البرودوي ديالو. سلام خويا سيمو، بغيت فورماسيون ديالك ديال السي بي ا، شحال بري وقتاش؟ خويا الفورماسيون ديال السي بي ا ديالي فابور، غادي تمشي لليوتيوب، غادي تكتب سيمو لايف سي بي ا، غادي يطلع لك فابور، يا اما مي برودي انا، يا اما مي برودينا الاخوان فابور، وبدا توكل على الله. البري انا ما كنبيعش اخويا، وما عمري غادي نبيع، وما فهمتي، وما كما قلت ما عمري غادي نبيع، وما عمري غادي نفكر نبيع، وما عمري غادي نقول لك شتي، لا الا شي واحد قال لك فلوس بسميتي انا ما تعطيهم ليش. الا جيت عندك انا في الفيوتشر قلت لك شري من عندي، ما تعطينيش فلوسك. ولا نقول لك واحد القضيه، الا مشيت تعطيني فلوسك، الا مشيت انا باش ندير انا كاين، الا مشيت يا اخوان الا جيت في الفيوتشر عندك وقلت لك بغيت ندير فورماسيون، عطيني فلوسك، عرف وعطيتيهم لي، عرف راسك متلخ باش نجيك من الاخر. لان داك العاد كانت شويه لانفورماسيون قليله. اما دابا ما قول لي شنو خصك، واش خصك كليك بانك؟ بغيت نشرح لك كليك بانك، انا نوريك لا تشرح لي كليك بانك احسن مني، نوريك لي ستاد ديالي اللي هو جوستان، غنصيفطك عنده ديريكت، راه ما بقاش كيقري برايفات وديكور بريفي، ولا كيقري الناس ديريكت، ولا حل كليك بانك يونيفرسيتي فيرجن 2 ياك.
شنو بغيتي تتعلم؟ بغيتي تتعلم لي مايل ماركتينغ، سير اليوديمي تعلم لي مايل ماركتينغ. شنو باغي تتعلم؟ الريسكين. الريسكين هما لي فورماسيون فابور عطاهم الله في الويب، في اليوتيوب عطى الله، في يوديمي عطى الله لي فورماسيون ديال الاخوان هما في اليوتيوب. دونك ما عرفتش. الا كنتي بغيتي تمشي لشي دوره تعليميه اي بليزير منك، ممكن بليزير منك مثلا، بحال انا مشيت بحال مثلا مشيت خلصت 12000 دولار مشيت عند تشارلز انشيو. واش تشارلز انشيو فريمون فادنا الاخوان؟ راه الا جينا ندوي راه نقول لك ما فادنيش، راه النهار الاول والثاني راني ما استفدت حتى حاجه. هو ملي فهمتي ما تعرفني جا عندي قال لي استفدت شي مش حاجه اليوم، قلت ليه لا والو، ولكن هاني النهار الثاني جا عندي سمي استفدت شي حاجه، قلت ليه لا والو. النهار الثالث ملي دوينا انا وياه قال لي واش استفدت شي حاجه، قلت له راه فريمون انت راه ديجا راك عارفني كنعرف هذا الشيء كامل، ولكن استفدت منك واحد اللقطه ديال التيم اند اش كتسمى شي اند ماناجمنت. المهم كيفاش تبني فريق، استفدت منك واحد المعلومه في لاجيستيون هادي بالضبط. وقال عرفتي السي مو شنو غادي نديرو، غادي نرد لك 8000 دولار ديال النهار الاول والثاني والثالث، ودي تبقى قهوه غادي. قلت ليه الله لا رديتي ليا شي حاجه الى يومين هذا. قلت له غادي تاخذ 12000 دولار الله يهنيك بها. قلت له انا ما جيش، انا جاي من هنايا بخلص 12000 دولار، خديت معلومه ديال هذيك، غادي نمشي دابا غادي نركز اني غادي نرد 12000 دولار ديالي، والحمد لله راني رديتها وفتها وفهمتي. ولا مشيتي ولا مثلا كانت شي دوره في بانكوك هنايا، شي دوره في بانكوك على مثلا الريسكين ولا على السي بي او، كيقول لك 100 دولار وكنخلص 100 دولار، راه قسما بالله ما كنمشي ما كنستافد حتى حاجه. الا نقدر نقول لك شحال مره كنهزيت تي كنجاوب انا بلاصه السبيكر وكنفيد بنادم وما كنستافد حتى حاجه، ولكن كنستافد ان المعارف وداك الجو اللي كنت فيه حماسي وكذا، هادشي هو اللي تستافد. ليفنت ديال السي بي او اللي كاين في بانكوك في ديسمبر، وحضرت ليه ديسمبر اللي فات، خلصت في ديسمبر اللي فات التيكت ب 997 دولار 1000 دولار، وخلصت هاد العام خلصت التيكت ب 627 دولار ياك. وراه غادي نمشي وعارف راسي ما غاديش نستافد. الا كنتي كتسنى تستافد من شي كور ولا شي معلومه، راه غادي نقول لك جلست تستافد اونلاين حسن لك. راه والله لا استفدتي، راه والله لا استفدتي من لان الاوفلاين يعني هاكا ما فهمتي الله لا استفدتي شي معلومه هاكا سؤال جواب. مي نقول لك في الايفنت الاخراني هاني جايك الاستفاده فين كاينه. الايفنت الاخراني واحد السؤال كان عندي محمقني 5 سنين ما جاوبنيش عليه تشارلز، جاوبني عليه واحد السيد من الناس اللي مخلصين 12000 دولار وجايين يحضروا لتشارلز. كتستافد المعارف والناس مع من كتلاقى سالينا، والناس مع من كتلاقى ممكن تلقى انه ديجا داز من شي ايطاب من المشكل اللي عندك ويحلو معك، هادشي اللي كتستافد. وكون ما خلصتش 12000 دولار ما عادش تمشي تلقى ناس واعره واصله حتى هي مخلصه 12000 دولار ما عادش تلاقى معاها. يعني 12000 دولار كدير واحد الفلتر كبير، تتلاقى مع الناس اللي ديجا فهمتي واصله. وبيان سور ملي تلاقيت مع واحد جاوبني على سؤال اللي كان محمقني 5 سنين هادي. ليفنت الفايت في بانكوك تلاقيت مع ناس اللي استفدت منهم، اللي هما لي بيزنس كارد باقيين بالعرمه قدامي، هما ديال البشر. بغيت موبي فيستا غادي نمشي نتسجل فيها، هي عندي 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 واحد فيها. بغيت ستارت اب ها هو كونتاكت ديالها، بغيت ترافيك فورس ها هو كونتاكت ديالها. اشنو خصني؟ ريفينيو هيتس بالمناسبه كنعرفهم كاملين ها هو كونتاكت ديالها. زوار المدير ديالها صاحبي ها هو الكونتاكت ديالها. ادستيرا كونتاكت ديالها. اد كومبو كونتاكت ديالها. كليكادو كونتاكت ديالها. كونتاكت من الجهه الاخرى بيان سور ما كنبغيش نوريه باش ما يمشي شي واحد يصدع لنا. افازو ها الكونتاكت ديالها. اد كومبو ديجا وريتو. جوجل، جوجل لاكارت ديال المدير ديال اسيا ديال جوجل عندي. موبي فيستا، موبي زولا، بابايا. اشنو اخر؟ الاد في جي يب ادز في اي بي موبايل في اي بي ريسبونس. صبر كاين شركات كبيره هنايا راير. ماندو ميديا، ماندو ميديا ما كتقبلش من تما. استفدت من تما، خديت الكونتاكت ديالها وما تسجلتش فيها، صيفطوا لي ديريكت انفيتاسيون باش صايم راني مقبول.
هادشي اللي نقول لك قدرت تستافد من شي ايفنت الا مشيتي ليه هو لي كونتاكت ديالي. وهادشي بيان سور لي كارت اللي عندي ماشي ديال ايفنت واحد، ديال ايفنتات. عرفتي شحال، عرفتي شحال من كارت. كما قلت وفي واحد الحفله كنت تلاقيت بالمدير، في واحد الحفله بريفي كنت تلاقيت بالمدير ديال جوجل ديال دول اسيا. فيسبوك ما عندنا ليه واحد الحقد دافين، ما مشيتش دويتش معاهم، هادي هي المشكله. ومن بعد ندمت. فيسبوك كانوا ثلاثه هما حاضرين من فيسبوك في واحد ليفنت، وحتى واحد ما كانش يمشي يتصور معاهم. واصلا الناس ديال السباك يكونوا حاقدين على فيسبوك لان الناس يزد لهم لي كونت. حتى انا فهمتي عندي نفس الوجه ديال النظار، كنا ما ديك العاده ديال مش صعب بلاش خليهم، فهمتي. اصلا ما كانش واحد مسوق لهم في ليفنت بحال ديك اللعبه ديال حسن براسهم من بوجين وما بغيش. المهم في الاخر كنلقى ديك السيده اللي كانت حاضره راه تتصور مع مارك اليوم وغدا وبعدو بعد بعدو، عاد ندم معايا الحال. قلت اوا السيده مارك صاحبي بيبلي هادي كانت مريحه حدايا صاحبي وما تسوقتش ليها. راه ديال عافاك مشى الحال اخويا، السفاره ديال تايلاند ما كتجاوبوش، اش ندير؟ واش باقي الحال؟ لالا امينه السفاره ديال تايلاند ما مشاش الحال. السفاره ديال تايلاند اللي مشيتي وقفتي عليهم من 9 الصباح حالين، غتمشي عندهم على 9 ديال الصباح، اجي توقفي عليهم حتى ديال العشيه يعطوك الفيزا ديالك. ما مشاش الحال، باقي الحال. ولا مشيتي عندهم اليوم شنو الاربع، الا مشيتي عندهم اليوم الاربع اجي الا مشيتي عندهم اليوم الاربع، انا عندي الاربع، الا مشيتي عندهم اليوم الاربع غادي يعطوك الفيزا ديالك، مشيتي عندهم غدا الخميس غادي يعطوك الفيزا ديالك. ما مشاش الحال. شنو هو هذا السؤال؟ شنو هو هذا السؤال خويا؟ السؤال ما فهمتي. السؤال ما 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 عندك ما دير به، ما تبرزش به راسك. السؤال اللي بقيت كنقلب عليه 5 سنين، ما عندك ما دير به. نهار توصلوا ونهار يطرحوا شي واحد راه غادي نجاوبوا. دولار بيرد كاين اخويا، داك دولار بيرد ديال اللحيه حتى هما تبارك الله تيديروا دي مليون دولار بلي برودوي ديال اللحيه. خويا واش كتخلص عليها في امازون قبل ما تبيع، ولا كتصيفط السلعه فابور حتى كتبيعها كيقطاطوا؟ اخويا امازون كتخلص شهريا، كتخلص 49 دولار شهريا. وهادي 49 دولار كتخلصها شهريا، وعاد ملي كتبيع كيقطعوا في كل بيعه كيقطعوا، ولكن الستوك ديالك لا طلع عندهم بقى محطوط غادي يقطعوا لك ديريكت، لان بحال قلت لك كيقطعوا لك التكلفه ديال الستوريج، يعني التكلفه ديال مخلي عندهم السلعه. سيمو اشنو اللي حسن في نظرك؟ موبايل اد سكوت ولا واتر اد سنوين ولا اد سكوت ولا واتر؟ خويا اللي ننصحك فيه في هذا الشيء هو ديجا قلتو اد بليكسيتي، اد بليكسيتي، اد دي بي ال او اكس اي تي ايغريك. بغينا احسن سيت ويب نجيبو منو الترافيك تارجيتد رخيص بزاف الا كان ممكن. خويا ما عمرت تحسب على رخيص، لان اللي جيت تحسب على رخيص ما تلقاش الناس كاينه في اد وورد وما كاينش ناس في فيسبوك. كتحسب شحال كتصرف شحال كتدخل. الا راه الترافيك في السيروب بارك ماشي سيبلي وهروينه ورخيص و1000 فيزيتور بدولار، ولكن راه ما تيكونفيرتيش. خاصك لو بغيتي تكونفيرتي خاصك ما هي ولو نوعها مع، خاص تخلع هذاك اللي حل لاباج، تقول راه ضربك فيروس تيليشارجي ولا شي. مي اخي ما عمرت تحاسب على ثمن الكليكه. ثمن الكليكه كما قلت كنا كنخلصوا الامازون مقابل لي فيزيتور كنا كنخلصوا ليه الدولار فاصله جوج، يعني 12 درهم الكليكه الوحده، ولكن مخرجاني على حقيقه لي فيزيتور كاليتي واجي يدخل كليك على ارغان واجي يشري ارغان. خويا سيمو بغيت ندير سبليت تيستينغ الوايت لود باش تنطح في كليك بانك، كيفاش كدير ليه؟ خويا سبليت تيستينغ سي بي في لاب ولا فوليوم ولا كتصيفط واحد الكميه ديال لي فيزيتور هنا قدا هنا قدا هنا قدا هنا وشوف في الاخر شكون هو اللي كيكونفيرتي لك. اخوان يعني بداو تيتغمضوا مع صبحت على الشاشه، وبالمناسبه الشتاء وقفات غادي نمشي نضربها بواحد الشريه. واش خدام بوحدك ولا داير تيم؟ لا خويا داير تيم سيبا خدام داير تيم. امازون حاليا باقي خدام بوحدي، مي كما قلت 15 شهر 12 غادي نصدر البروفيت الفيسبوك، لان البيزنس في امازون كاينه لوبورتونيتي وباغي نسكيلي. باغي نركز ديك الساعه نبني تيم في امازون. وبالمناسبه لو موا 12 كما قلت ما عادش نخدم بوحدي، ديجا كاين واحد الاخ شريك مغربي فاهمين انا وياه،
وديجا دوينا فهمتي 2017 نبداو ودي ستومبر غادي تكون البريباراسيون مي فريمون الفيسبوك خاصو يتسد لان باغي نركز 100% على شحال كيقطع على ثلاث سلعه في امازون اخويا داكشي فيه على حساب المساحه اللي كتاخذ من عندهم في ستوريج وشحال الوزن يعني ما لا جاوبتك راني كنكذب عليك احسن حاجه هو امازون غادي تكونتاكتيهم غادي تدوي معاهم السيبور ديالهم كيجاوب بالسربه غادي تصيفط لهم المقياس ديال السلعه ديالك وتقول لهم شحال في نظرك يبقى عندهم في السوق مثلا السلعه فيها جوج سنتيم على 3 سنتيم على ارتفاع 10 سنتيم تقول لهم هاد السلعه والوزن ديالها 80 غرام هاد البواطه شحال المقياس ديالها والوزن شحال وما يجي يقولوا لك مي حاول ما تطيحش هادشي تولي خاسر حاول ما تطيحش في ديك التكلفه ديال الستوريج مثلا لاش جيت تصيفط لهم 10000 وجيت ما جيتش تباع بالزربه تصيفط 100 ملي جيت تبان لك تباعت زيد 1000 اجي تبان لك 1000 قربت تباعت سلام فهمتي بميك 100 فهمتي السوق اشنو فيه تصيفط 1000 ملي تبان لك 1000 قربت سالا وصلت 200 غادي تصيفط 1000 الا بانت لك 1000 مشات بالزربه صيفط 5000 عاوتاني ملي تصيفط 5000 ملي تبان لك 5000 قربت سالا وغادي كتزيد الكميات ديالك عاوتاني ملي تبان لك 5000 ولات كتبغي تسالا بالزربه وراك غادي كتطلع في امازون سيلز غادي كيتزاد ودوز ل 10000 وغادي وبالمناسبه راه فراس العام راه لي فونت كيتزادوا بزاف فراس العام شهر 12 راه لي فونت كيكونوا خياليين الاخوان يعني ما تشدش مثلا تبع لك السلعه في شهر 12 وشهر 1 في لو ديبي ديالو طاير وتقول راه غادي يبقى في نفس النيفو لا شهر 12 معروف في المبيعات كيكون قد هكا وشهر 1 تبدا تينزل وتولي في قد هكا يعني الا كنتي كتبيع الا بعتي شي 12000 في يونيت بعتيها في شهر 12 عولا جيت تبيعي 5000 ولا 6000 في الشهور الاخرين واش في هاد الديوانه وي خويا في هاد الديوانه الا كنتي جايب السلعه من لاشين غادي تخلص الديوانه كنتي صيفطت السلعه من المغرب ما كاينش الديوانه ارغان وداكشي ما عليهش الديوانه اي سلعه صيفطتها من المغرب ما عليهاش الديوانه انا تقبلت في ماندو وما عنديش شي خبره كبيره مبتدئ تقريبا وي خويا راه مبتدئ فراسك دابا حاليا الشركات ديال السي بي ولاو كيقبلوا مبتدئ على محترف الا قلت لهم مثلا كنضرب 1000 دولار 2000 دولار في الشهر يقول لك لا ولا قلت لهم ديجا تنضرب 10000 20000 خاصهم تيعرفوك قلت لهم كنضرب 100000 محال تقبل خاص تي فيريفيو مع كلشي مبتدئ تيكونوا مهنيين عليك باللي راك ما عارفش الزيكزاك خويا سيمو الله يحفظك كيفاش نقدر نفيريفي الصفحه ديالي في الفيسبوك كلشي قانون تقلب تاعي خو نهار سولنا هذا السؤال هذا بالنسبه لك لاباج ديالي فيريفي سول الناس ما ماشي مهم يكونوا ناس بالضم نشوف اي واحد باج ديالو فيريفي سولو اي واحد لاباج ديالو فيريفي سولو عجبان لك في سميت الشركه خويا غادي تلقاني جاوبت على كاع الرد ديالي على المنافسين ديال امازون خويا امازون ما عندوش منافسين ايباي ضعيف قدام ايباي باش تحط فيه سلعتك ضعيف قدام امازون وما عرفتش علاش ديما الاخوان كتقول لي مثلا سير خدم في ادسنس تقول لك واش ما كاينش شي حاجه كتشبه ادسنس علاش ما تمشيش تخدم مع الراس الكبير تقول لي سير خدم في امازون اخويا السم بغيت نسول واش ما كاينش شي حاجه بحال امازون سير خدم في امازون سير شري خدم فيسبوك ادز سوشيال ترافيك احسن حاجه هي اللي كاينه هي فيسبوك ادز وما كاينش شي حاجه بحال فيسبوك تنخدم شي فيسبوك وسد لك الكونت الفيسبوك بدا في الاول ادورد حتى انا خدمت شي بادورد وسد لك الكونت الادورد دوز الفيسبوك خدمت شي فيسبوك سد لك الكونت فيسبوك عاد دوز الافازو افازو تسد لك افازو عاد شوف البوب ترافيك ما ولا تكون خدام في هذا وناجح فيه وزيد هذا ماشي ما خدامش كاع و ما تسولش اخويا علاش انا هو المنافس ديال امازون تمشي تخدم معاه خدم في امازون وملي ساتور الماركت يعني تولي انت شاد السوق في امازون في شي سلعه مثلا كتبيع نظاظر تولي انت ولي محتكر السوق في امازون في نظاظر ولا في شي نوع ديال النظاظر ديك الساعه يقدر تدوز الايباي الا باغي تزيد شويه المبيعات واخا ايباي راه قداك صغيور وامازون راه قداك الاخوان كيفاش نستمرن بالغمالي الا كان عندي تلقاني جاوبت واحد الاخ البارح واحد الجواب مزيان الاخوان طلعوا ليها فراسكم نمشي راه وقفت الشتيوه نمشي نشدها واحد الجريه تبارك الله عليكم بالتوفيق للجميع
شو نشوفوا الشتا وكفات. ياس اخيرا اخيرا الشتيوا نتي راك مرت اخيرا. بقى كتصب ولكن قليله. اخوان تبارك الله عليكم، طلعوا لي فراسكم، غادي نمشي مع عندنا غدا ان شاء الله مع شي لايف اخر. والحمد لله الحمد لله ان الشتاء وكفات و بالتوفيق للجميع. طلعوا لي فراسكم، ساعه سعيده. اللي نوصيكم الاخوان هو راه حتى حاجه ما كتجيب لها خدمه، تجيش ما كاينش شي واحد اللي يقول لك واخا يعطيك السكري. السكر راه ياما قلناه وياما قالوا الاخوان في اللايفات ديالهم، وراه ما تتغير حتى حاجه الا ما سجلتيش داك الشيء ومشيتي طبقتيه. و خدموها الاخوان، وراه كاين ما يدار بالجهد ولي زوبورتينيتي في الويب، راه اللي خدم راه يتجازى. وطلعوا لي فراسكم وتبارك الله عليكم، ونمشيو نبداو هذا النهار هذا المبارك بشي جريه بالتوفيق للجميع.